متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير. بالنسبة للأحوال الجوية نهار هذا اليوم ينقشع تدريجيا الضباب في المناطق التي تشكل بها مع ساعات صباح هذا اليوم، ويتلاشى بشكل كامل مع ساعات الصباح المتأخرة. ويبقى الطقس اليوم باردا نسبيا إلى مائل للبرودة في شمال ووسط المملكة، في حين يبقى الطقس معتدلا إلى مائل للحرارة على مناطق وسواحل البحر الأحمر بما في ذلك مدينة جدة وغرب الحجاز ومنطقة تهامة. وتستمر الأجواء مستقرة دون توقعات الأمطار اليوم في أغلب مناطق المملكة عدا المرتفعات الجبلية في جازان وعسير، التي يتوقع أن تشهد بعض الزخات من الأمطار التي قد تكون رعدية أحيانا، كما تظهر كميات كبيرة من السحب المنخفضة في السواحل الشرقية من المملكة، وربما تشهد هناك بعض من الزخات الأمطار. الرياح تكون اليوم شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أجزاء واسعة من المملكة، بحين تكون خفيفة السرعة في المناطق الشمالية من المملكة. أما في ساعات الليل فيكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد ورطب في شمال وشمال شرق البلاد، في حين يكون الطقس لطيفا على سواحل البحر الأحمر، وتستمر فرص الأمطار على مرتفعات جازان في ساعات المساء الأولى، وتبقى الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في أجزاء واسعة من المملكة، ويتجدد تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة في مناطق شمال وشرق المملكة بما في ذلك منطقة حفر الباطن، وكما نؤكد أن ذلك يؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية على تلك الطرقات. أترككم الآن مع توقعات درجات حرارة العظمى اليوم والصغرى الليلة القادمة وحالة الطقس المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة.